لما المايك ما يظبطش معاك وتدوس على البتاع اللي عامله زي الهيد فون دي. طيب تمام. طيب بص يا شباب، انا هتكلم تاني عن الزد عشان هو ده الدرس برضو اللي فاتكم يا عمار وفريده، ومهند واحمد خدوا الدرس ده المره اللي فاتت، بس برضو انا بدي لكم فكره عنه عشان نخش في الدرس اللي بعده على طول. طيب تمام. عندنا دلوقتي الزد بتتكون من ايه؟ الاول كان عندنا الهول نمبرز، معايا مهند ولا مش معايا؟ مع حضرتك يا مستر. ماشي يا حبيبي. طيب الاول كان عندنا الهول نمبرز اللي هي 1 2 3 اند سو اون، مش 1 2 3 بس يعني طبعا، و 1 2 3 4 اند سو اون، ابتدوا حطوا معاهم الزيرو، فبقى الكلاس كبر بقى اسمه ايه؟ زي يكون عندنا دول في كلاس، وبعدين زودوا عليهم طالب جديد اسمه زيرو، فالكلاس غيروا اسمه، بدل ما مكتوب عليه من بره هول نمبرز او دبليو، قالوا هنسميه ان، هي الناتشورال نمبرز. طيب الناتشورال نمبرز بقى الكلاس عايزين يكبروه شويه، قاموا جايبين مجموعه من الطلبه اسمهم نيجاتيف نمبرز، اللي هم مين؟ النيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف، حطوهم مع الكلاس، فكده الكلاس كبر اكتر، فقاموا قالوا لازم نغير اسم الكلاس، بدل ما كان اسمه ان شالوا يافطه الان من عليه وسموه زد. فبقى الزد دلوقتي فيها حاجتين، يا اما فيها الناتشورال نمبرز اللي هم 0 و1 و2 و3 الكلام ده، ومعاهم النيجاتيف نمبرز، يعني يا اما هي ان ومعاهم زد نيجاتيف، يا اما نقدر نقول ان الكلاس بيتكون من 3 سيتس، ايه هم؟ الزد بوزيتيف، يعني كان والزد قسموا نيجاتيف. الان الاثنين، بص كان قسموا الان الاثنين، ما هو الزد بوزيتيف خد بالكم والزيرو دول اللي هم كانوا مع بعض عاملين حاجه اسمها ايه؟ الاثنين كده مع بعض كانوا عاملين مجموعه اسمها ان اللي هو الناتشورال، فقال لك يعني ممكن نقسمه ثلاثه، نقول انه عباره عن زد بوزيتيف والزيرو والزد نيجاتيف، تمام؟ والزد نيجاتيف طبعا واخده جواه الايه؟ واخده جواه النيجاتيف. طيب ده بالنسبه لكان للدرس الاول على اساس ايه؟ كان كله بيتكلم عن كده. طبعا انا برضه هبقى عامل لكم طالما ان شاء الله الامتحان يوم الاربع، هبقى اعمل لكم ريفيجن تاني، فاللي وقع منه حاجه هيعرفها. حلو، مش بس تمام. مخلص، بخلص بس المنهج نفسه، وانا ببعت لكم الصور دلوقتي على الجروب، يعني على طول دايركت، يعني اي صوره بعملها، عشان انتوا ممكن تعملوا زي ما قلت لكم فولدر وتحطوا فيه الحاجات بتاعت المنهج. بص بقى يا جماعه، الدرس اللي بعده اللي هو ايه؟ اللي هو الاوردرنج، اللي هو بيقول لي ايه؟ اللي هو ليسون نمبر 2، اللي هو بيقول لي اوردرنج اند كومبيرنج انتجرز. اوردرنج اند كومبيرنج انتجرز، يعني عايز يرتبه. بص بقى هم رتبوهم ازاي؟ قالوا لو احنا عملنا نمبر لاين كبير كده ونرتب عليه الاعداد، فهنحط الزيرو ده يا جماعه في النص. ليه؟ لان الزيرو ده لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، الزيرو ده لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، بيسموه نيوترال. نيوترال يعني لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، تمام؟ طيب يعني زي ما يكون واحد لا هو اهلاوي ولا هو زملكاوي، يقول لك انا بشجع مصر بس انا مش اهلاوي ولا زملكاوي، دي نفس القصه، الزيرو لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف. طيب الزيرو ده هنعتبره زي البيت اللي هنطلع منه، لو انا مشيت يمين هعدي على اول بيت عندي اللي هو ال 1، بعد كده ال 2، بعد كده ال 3، بعد كده ال 4. طب لو انا طلعت من البيت اللي هو زيرو ومشيت شمال هيقابلني اول واحد هنا نيجاتيف 1، نيجاتيف 2، نيجاتيف 3، وهكذا بقى نيجاتيف 4. لما نكبر شويه ان شاء الله هنعرف ان دول مكملين لحد نمبر اسمه انفينيتي، عامل زي البيت المقلوبه كده، ودول مكملين هنا لحد نمبر اسمه نيجاتيف انفينيتي اللي هو ما لا نهايه يعني. طيب خد بالكم بقى، فقال لك ايه؟ طيب طب هنعرف مين الكبير من الصغير ازاي؟ قال لك العمليه ماشيه فروم ليفت تو رايت، يعني ازاي؟ يعني هم ماشيين كده، يعني ايه؟ يعني النيجاتيف 4 ده صغير، النيجاتيف 3 اكبر منه، النيجاتيف 2 اكبر من نيجاتيف 3، النيجاتيف 1 اكبر من نيجاتيف 2. طب ازاي الكلام ده؟ طول عمرنا عارفين ان ال 1 اهو اصغر من 2. قال لك لا، ما هو النيجاتيف 1 اكبر من نيجاتيف 2. طب ليه بقى؟ بص يا جماعه،
لان الوان ده اصلا اللي هو كنا بنكتبه وان زمان ده كده وخلاص، الوان ده اصلا كان اسمه بوزيتيف 1 وده اسمه بوزيتيف 2، بس قالوا مش هنكتب البوزيتيف ده للاختصار، مش هنكتبه للاختصار. طب البوزيتيف معناه ايه يا جماعه؟ البوزيتيف معناه، خدوا بالكم عشان الحته دي مهمه، جين. جين يعني كسب، مكسب. النيجاتيف معناه يا جماعه لوز، يعني واحد بيخسر. فين؟ يبقى البوزيتيف معناه، وعمار دخل لوحده. طيب لا عمرو فريدة هو سؤالين. امال ايه؟ دخل من موبايل تاني اسمه عمار ولا ايه؟ هو عمار دخل وفريدة خرجت. خرجت خرجت روحت يعني ولا خرجت ولا معاه في لا نفس البتاع؟ لا، هي خرجت بره الروم اصلا. ليه؟ والله ما اعرف. لا يعني ثانية واحدة، يعني يا عمار وفريدة قاعدين مع بعض بيسمعوا دلوقتي؟ ممكن هما في نفس هما دخلوا، البيت ممكن وفاق. دخلوا هما اخوات صح؟ هما قالوا لي ان هما اخوات صح؟ يبقى هما دخلوا من احنا الروم. موجودين يا بس. طيب يعني عمار وفريدة الاثنين موجودين؟ طيب يا حبايبي ماشي، انا بس قلت لفريدة طيب ما تسمعش الكلام ده عشان عايز كله يسمع الكلام ده يا جماعة. طيب بص بقى، البوزيتيف يعني جين، النيجاتيف يعني لوز. يعني ايه جين ويعني لوز؟ هعرفها لكم بطريقه سهله قوي. البوزيتيف ده يا جماعه يعني بابا ادالك فلوس فانت جين، كسبت فلوس. لكن النيجاتيف ده لوز، يعني انت وقع منك فلوس. طيب احنا لما نيجي نقارن بمنتهى البساطه كده، هو اللي خد من بابا جنيه الاكتر ولا اللي خد من بابا 2 جنيه؟ اكيد اللي خد من بابا 2 جنيه اكتر، صح ولا لا؟ يبقى ده صح. اكبر من ده، العلامه طبعا فتحتها ناحيه الكبير. طب تعالى بقى على ده، اداك منه لوز يعني وقع مني. هو اللي وقع منه مستر، فلوس. نعم يا حبايبي اتفضل. هو ينفع بس اقول لحضرتك على حاجه؟ هو المكسب اللي هو بيبقى الاكتر، ايوه والخساره اللي هو بيبقى اقل، صح؟ تمام بس تمام خد بالك، ما احنا هنعتبر المكسب بقى ان هو ايه، ان انت خدت فلوس من بابا، وهنعتبر الخساره ان انت وقع منك فلوس، وقع منك فلوس يعني اعتبرها ان انت وقع منك، وجين تمام. سيبها ان انت ايه، يعني اعتبرها كده يعني زي ما بنقول بالبلدي كده، اعتبر كده ان انت هنا تيك، انت خدت فلوس، وهنا هقول لك ايه فول مثلا، يعني فلوس وقعت منك من الاخر. يعني علمها ان دايما يعني البوست احنا يا مستر، لو احنا مثلا لو خدت 2 جنيه، علامة بلس دي يعني انت خدت 2 جنيه اكتر من الجنيه، لكن هنا الفول معنى الماينس دي اللي هو وقع اقل من حاجه. هنا 2 جنيه اكتر من الجنيه اللي وقع. ايوه لا بس هقول لك بس ثانيه واحده، هو دايما ان انت اللي انت خدته او كسبته ده بوزيتيف، اللي هي العلامه البلس بقى كنا بنقول عليها زمان بلس، لا هنقول عليها بوزيتيف دلوقتي. طب النيجاتيف اللي هي ايه؟ اللي هي انت وقع منك، وقع منك. طيب فانا لما اجي اقول يا جماعه هو اللي وقع منه جنيه الاحسن ولا اللي وقع منه 2 جنيه؟ أكيد اللي وقع منه جنيه طبعا. اللي وقع منه جنيه طبعا احسن من اللي وقع منه 2 جنيه، عشان كده النيجاتيف اكبر من النيجاتيف اكبر من النيجاتيف 2. فلذلك كل ما نلاقي النمبر يكبر قوي في النيجاتيف كل ما يبقى صغير. ازاي؟ لان لما اقول مثلا واحد يجي يقول لك ايه، طب هو نيجاتيف 1 اكبر ولا نيجاتيف مليون؟ ده مليون يا عم كتير قوي، لا ده احسن. ينفع اقول يا مستر؟ نعم هو مش هي... لو هو معاه فلوس كتير هيخسر مليون ولا يخسر جنيه؟ يخسر جنيه احلى اكتر من المليون. طبعا طبعا، اللي مخسر جنيه او اللي وقع منه جنيه غير اللي وقع منه مليون جنيه، يعني ده طبعا احسن من ده اكيد. طيب هو ومن اصلا مفيش حد هيقع منه مليون جنيه يعني. مثلا يعني اتسرقوا منه اي لا حاجه. احنا بنقول بس مثلا. طب بص بقى، طب تعالى بقى لذلك قال لك الزيرو. طب الزيرو ده يا جماعه ايه؟ الزيرو ده ايه ظروفه يعني؟ الزيرو ده يعني لا هو كسب ولا وقع منه، يعني لا حد اداله فلوس هو قاعد غلبان تعالوا كده، ولا هو وقع منه فلوس. فلما يجي واحد يقول لك هو الاكبر ولا نيجاتيف 2 مثلا، لا خلينا على الزيرو بدل ما يقع منها ايوه 3 جنيه الزيرو ده الراجل اللي ما وقعش منه فلوس هو افضل من اللي وقع منه 3 جنيه، يبقى ده اكبر. يعني الزيرو ده
اكبر من كل الناس اللي قبله دول، الخليج الزبده اكبر من كل الناس اللي قبله دول، واصغر من كل الناس اللي قبله دول. لان اكيد لما انا اقول مثلا زيرو وبوزيتيف 1، لا هو اللي خد جنيه أصغر من في باباه. البوزيتيف وأكبر في النيجاتيف. طبعا لما اقول الزيرو ده بوزيتيف 1، ده بوزيتيف 1 ده خد جنيه من باباه، ده ما خدش اي حاجه خالص، لا يبقى ده افضل اللي خد جنيه احسن. فلذلك يا جماعه الزيرو هنلاقيه، هنلاقيه ان هو ايه؟ يعني واقف في النص، هو اكبر من كل الناس دي، اكبر من كل النيجاتيف نمبرز، وفي نفس الوقت هو اقل من كل البوزيتيف نمبرز. يعني لو جينا ففي ساعات يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ ان هو يعتبر اكبر من كل النيجاتيف نمبرز، وهو يعتبر اقل من كل البوزيتيف نمبرز. صور بس دي انا بصورها، بعتها لكم على الجروب بقى يا تمام. جماعه، زي ما قلت لكم اعملوا فولدر وحط فيه الحاجات دي تبقى تراجع منها. طيب فساعات بقى يقوم جايب لي ايه؟ جايب لي تريكه كده، يقول لي ايه؟ طيب يعني افهم كده يا جماعه ان على النمبر راين اللي فات ده كل الناس اللي على اليمين هم الكبار، كل الناس اللي على الشمال هم الصغيرين. خد بالك بقى، ساعات يجي يقول لي ايه؟ يجيب لي شويه نمبرز كده ويقول لي اوردر، يقول لي اوردر ذا نمبرز. بص يقول لي مثلا اوردر اسندنج، اسندنج يعني من الصغير للكبير. خلاص؟ يقوم جايب لي بقى شويه نمبرز كده، يقول لي مثلا نيجاتيف 100 ولا 3، نيجاتيف 2 مثلا 0 1 نيجاتيف 300 8. احنا قلنا يا جماعه النمبر اللي ما جنبهوش حاجه ده كان بوزيتيف. انا لما اجي ارتب، خدوا بالكم بقى يا جماعه، احنا عارفين اسندنج من الصغير، طب كده يا جماعه يبقى اصغر واحد في مين؟ في دول مين؟ ال2 يا مستر، ال1، لا ال8، نيجاتيف معلش 2، البوزيتيف 2. لا 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 300. لا، ثانية واحدة أقول لكم على حركة حلوة. أنت الأول نفهم، أنت عايزين الصغيرين صح؟ لازم النيجاتيف هم الصغيرين، النيجاتيف هيبقوا هم أصغر حاجة. بس هنا الزيرو اكبر حاجة، فده معناه أصغر ان حاجة احنا ستة بس. نختار ال 300 one minute لانها يعتبر اصغر حاجة. أنا أقول لكم حاجة بس، ثانية واحدة. أقول لكم على حركة حلوة تجيبوها بيها بسرعة جدا. تمام. إحنا تركيزنا إن أصغر حاجة هم هيبقوا النيجاتيف. طب تعالى كده نعلم عليهم. نيجاتيف 300، صح؟ مش هما دول النيجاتيف؟ يس. مبدئيا كده سيستمين، بس مبدئيا انا عارف ان الصغيرين هيبقوا هما النيجاتيف. طيب هما دول الثلاثه. طيب اقوم سأل نفسي، هو مين، سيبك من النيجاتيف، مين اكبر واحد فيهم؟ مين؟ 300 يبقى هو ده. بص بقى النيجاتيف مين اكبر واحد؟ 300 صح؟ يبقى هو اصغر واحد، تخيلوا. لان زي ما انا قلت، يعني انا قلت صح. تمام، برافو عليك. انا بس اشوف طريقه التفكير في المساله ازاي يا جماعه. تاني الاول احنا عارفين انا ان الناس عملت الصغيرين، ازاي، انا عملت اكتر حاجة في اكبر حاجة في اكتر الجدول حاجه ده اختصارا. خليناها اصغر حاجة. تمام، فعشان نريح دماغنا احنا بنعلم الاول على ايه؟ على النيجاتيف. انتوا الثلاثه طب عايزين نختار منكم اصغر واحد، نقوم مناقين اكبر واحد ونخليه اصغر واحد. انت اكبر نمبر واحد، 1 هيبقى 300. برافو، انت اكبر واحد، بس انت اكبر واحد في الخساره، يعني انت اكتر واحد خسران، يبقى انت اول واحد، انت اصغر واحد. ونيجاتيف 100. ده اللي بعده، ده المفروض الكبير اللي بعده، ده هيبقى هو الصغير اللي بعده. خيري بس انا اكتر منه، لان ده خسران 100 جنيه او واقع منه ورقه 100 جنيه، الراجل ده واقع منه 300 لو جنيه حد سامعني. بعد كده بقى النيجاتيف 2 ده احسن منه، ده واقع منه 2 جنيه، لكن ده واقع منه 100 جنيه، وده واقع منه 300 جنيه، يعني ده زبون جدا ما واقع منه كلها. تمام؟ طيب تعالى بقى، وبعد كده الزيرو. ايوه، قبل بقى، انا دلوقتي فكرت ان اصغر ناس الاول النيجاتيف. طب مين اللي اكتر من الناس النيجاتيف دول؟ الزيرو. زيرو، يبقى الزيرو هو اللي يجي بعده. وبعد كده بعد وانا كده عملت بقى، فريدة خارج. بعد كده نبتدي نبص للناس الكبار اللي هم البوزيتيف، اعملهم مثلا تراينجل كده، اللي هو ده وده وده. الناس البوزيتيف بقى مترتبين طبيعي، يعني مترتبين طبيعي ازاي؟ يعني الكبير هو هيبقوا كبير 1. والصغير هو صغير، الكبير هو كبير والصغير هو صغير. يعني احنا دلوقتي مش شغالين من الصغير للكبير. يبقى الوان ده صغير عادي جدا زي ما هو على وبعد وضعه كده يعني. 3. الثري بعده عادي جدا.
وبعد كده 8. بعد كده هم دول بس اللي بيعكسوا، هم دول اللي بيعكسوا اكبر واحد بيبقى اصغر واحد. فهمنا يا جماعه الفكره بتاع الاوردر؟ تاني اللي مش فاهمها يقول. مثلا احنا خدناه واحنا صغيرين اصلا. بقى بس ما كنتش كانش فيها النيجاتيف بقى، بس انا بتكلم. كان زمان كنا بيقول لنا طلع الصغير كان وطلع اخركم من الكبير، الاول هنا، كنتوا من بتبداوا من الاول. الصغير للكبير، من الكبير للصغير كده يعني. ايوه، فكنتوا ماشيين طبيعي بقى من يعني السؤال الكبير، لكن دلوقتي ظهر لنا الناس دي وعاكسين في كل حاجه. يعني اكبر واحد عندهم هو اصغر واحد، اكبر واحد عندهم النيجاتيف دول هو اصغر واحد. تمام؟ طيب هنيجي نبص بقى يا جماعه، طبعا لو قال لي ديسندنج هنعكسه. هنبدا بقى نقوم سائلين نفسنا، لو كان قال لي ديسندنج ديسندنج ليه؟ انا سائل نفسي ديسندنج ليه؟ يعني انا عايز كبير. اقوم باصص على الجماعه الكبار دول الاول، اكيد الكبار هم البوزيتيف، اكيد الكبار هم البوزيتيف، نرتبهم اوكي طبيعي جدا. معلش لحظة واحدة بس يا مستر، طبيعي ممكن جدا يا مهند؟ اوكي خلاص، استنى عشان اقول لك انا بس عندي، بس بحاول اقفل الكاميرا. خلاص هي قفلت بس تمام. تحاول تعمل ايه؟ اصل بحاول كانت بس اقفل الكاميرا عشان الكاميرا شغالة، كانت عندي علقت. فكانت الصورة صغيرة بس. بص يا جماعه اللي عنده اي مشكله يقوم خارج وداخل تاني عادي جدا. تمام طيب. تمام، يعني اطلع وادخل تاني عادي وانا هقبل. طيب بص يا شباب، ايه رتب بقى من الكبير للصغير؟ قال لك لا ده طبيعي جدا، هو اكيد الجماعه الكبار هم البوستف اكيد. يعني احنا نبدا بيهم. مستر مستر نعم هو ينفع اقول حضرتك على حاجة؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل. descending هنبدأ من ال 8 و 3 وال 1، يعني هنعكسهم، يعني من هنعكس هنا دول 8 و 3 1 0 positive تمام 2 و 100 boost بس. بس يبقى الايت الاول، الثري ده لما ترتبهم طبيعي الايت اكبر من الثري والثري اكبر من الوان. بعد كده والثري نحط بعدهم، الزيرو، لكن دول اللي مش بعد كده positive 2. دول اللي مش طبيعيين، دول اصغر واحد عندهم هو اكبر واحد، اصغر واحد اللي هو 2 هو اكبر واحد، واللي بعده في الكوبري اللي هو ده هو اللي بعده، 100 عكسين في كل حاجه، واللي اصغر 300 واحد خالص اللي هو ده نيجاتيف 2. فهمنا يا شباب الفكره ايه بتاعت الدرس ده؟ بيتكلم عن ايه؟ يا هو مستر كله سهل شغال جدا. على كده، شغال كله على كده. طب يعني بس اصوره عشان لما نخلصه هنخش في الدرس اللي بعده ان شاء الله لو عرفتوا فاهمينه عشان ننجز. طيب ناخد بقى، هو مين اللي خرج عمار وفريده؟ طيب انتوا معاكم طبعا الكتاب المعاصر يا جماعه صح؟ ايوه مستر، طيب ايوه مستر، ممكن نحل، بس لحظة واحدة بس، تديني أقل من نص دقيقة بس راح أجيبه بسرعة. مفيش مشكلة ماشي. مستر هو احنا كده هندخل على الاسم الجديد صح؟ هنخش عليها بس نعلم ده شوية. اوكي يا مستر جبته. طيب بص يا جماعة، احنا هناخد في كل سؤال يعني كويشن، وانا عندنا عمودين، في عمود من A ل Q وفي عمود من H ل R صح؟ اوكي معلش يا مستر، السؤال تاني بس. هم عمار وفريدة ما دخلوش تاني. طيب بص يا جماعة، هم عمار وفريدة بقالهم كام يوم تقريبا النت عندهم ضعيف، عملوا ايه؟ كل سيشن بيتلغي علشان النت عندهم كل مرة بيكون ضعيف تقريبا. هما بيشتغلوا من على لابتوب ولا من على موبايل؟ لا كمبيوتر عادي. هما ممكن بقى يجيبوا ايه، في سلك كده يعني انا جايبه سلك توصيله بين الراوتر بيوصل من واللابتوب. الكمبيوتر للراوتر على طول. لا السلك انا كنت الاول لما بشتغل يعني من الراوتر دايركت لللابتوب كان بيطلع الايه النت ضعيف، لما وصلت السلك اللي هو التوصيله اللي هو بين الراوتر واللابتوب ده الجاك بيخلي. الاصفر اسمه، بيسموه جاك اصفر، ايوه هو ده اللي بيجي عامل. مع النت يا احمد. احمد ده بيجي مع النت اصلا. الله ينور عليك، ده لو انت وصلته بين الراوتر والبتاع الحمد لله بيعمل، وبيبيعوا منه بقى دلوقتي لوحده كده بيبقى اصفر، لا جايبه ده ازرق تاني الاصفر ده ضاع منه. فانا بتكلم يعني ده وساعات بيخلي اصلا اعتقد برضو ساعات بيجي مع الراوتر نفسه. ايوه بيخلي، ما هو بيجي مع الراوتر ساعتها. طيب وبيتباع لوحده. طيب بص يا جماعه، وباي طول انت عاوزه. طيب بص يا شباب،
هنيجي على اكسرسايز 2، احنا عندنا كويشن 1 انا عايز ناخد في عمودين زي ما انتم شايفين. احنا هناخد العمود اللي هو على العمود اللي هو الناحيه الثانيه، يعني بص يعني في عندك عمود شغال اي سي دي كلام من ده، لا خد انت العمود اللي هو بي دي اف جي اتش. شايفينه ولا مش شايفينه؟ اه شايفين. يعني كده بص اهو الكتاب اهو، في العمود ده والعمود ده، هو ده طبعا كتاب بتاع طارق، فخد انت سيب العمود ده وخد انت العمود ده. اوكي هناخد العمود ده. طيب وهنيجي في كويشن معلش بس هي بيجي كام بس علشان افتحها؟ اصلا الكتاب ده قديم. 26 يا احمد. اه انا عندي انا 25، الكتاب ده قديم شويه كان يعني السنه اللي فاتت. طيب بصوا يا جماعه هنيجي اوكي على شفتها كويشن 2. اللي هي مصر 3 ومربع نيجاتيف 3 كده. اه هقول لكم بس حاجه، احنا عايزين نحل ان شاء الله، هنحل في كويشن 1. اكتب بس الحاجات اللي هنحلها، هنحل في كويشن 1 اهو، هنحل ان شاء الله من دي لحد اه. طيب بالنسبه لكويشن 2 هنحل كله كويشن 2 اول، بالنسبه لكويشن 3 اول برضه، يبقى كويشن 2 و 3 اول. خد بالك كويس، هنيجي بقى على كويشن 4. كويشن 4 اللي هو اوردر انا اسندر اوردر، ممكن ناخد بس منه اول اثنين اي وبي، يعني كويشن 4 اصله مكرر. ممكن ناخد مثلا نمبر اي، لا انا هقول لكم انا ناخد نمبر كام، ناخد نمبر واحدة اه ماشي، ممكن ناخد نمبر اي ونمبر جي. كويشن 4 ممكن ناخد نمبر اي ونمبر جي. طب عايز انبه نظركم بس لحاجه يا جماعه. ايه هي؟ ان لما يجي ساعات الخداع من دي كده، احنا عارفين ان نيجاتيف 2 وادي نيجاتيف 3، مين الاكبر يا جماعه؟ نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 صح؟ بص بقى الكلام هيختلف تماما. لو انا جيت عملت لك حركه صغيره قمت حاطط لك على ده ابسولوت ثاني، الكلام كده بقى مختلف. ليه بقى مختلف؟ لأن احنا هنا الابسولوت عملنا فاليو قوس. الابسولوت فاليو بيشيل النيجاتيف، يعني ده هيبقى 3 وده زي ما هو لسه نيجاتيف 2، فالعلامه كده اختلفت، بدل ما كانت كده هتبقى كده. 3 هي طبعا اكيد اي نمبر بوزيتيف اكتر من اي نمبر نيجاتيف، ده كسبان وده خسران، ده اكيد اكبر على طول الخط. يعني اتفقنا لو قال لي مثلا 1 الاكبر ولا نيجاتيف مليون، لا ال 1 طبعا، وقال ما كسبان 1 احسن من كسبان من خسران مليون. لو قال لي 0 الاكبر ولا نيجاتيف مليون، لا طبعا الايه الزيرو، اللي ما خسرش حاجه احسن من اللي خسر مليون جنيه. تمام طيب اه دخل اهو يا جماعه. لا لسه. اه دلوقتي ده. طيب بص بص يا عمار تاني وفريده، عمار وفريده سامعيني دلوقتي؟ عمار اند فريده اه سامعك. الو طيب بص يا حبيبي، احنا اتفقنا لما انا اقول نيجاتيف 2 اكبر ولا نيجاتيف 3، طبعا نيجاتيف 2 اكبر لان اللي خسران 2 باوندز احسن من خسران 3 باوندز. لكن لو انا جيت يا جماعه حطيت علامه ابسولوت فاليو ده، بصوا كده العلامه دي بتخلي اي حاجه بوزيتيف، يعني بتشيل النيجاتيف على طول، يعني هتقوم شايل النيجاتيف دي وتخليها لي 3، بتخليها لي 3، فكده ال 3 بقت هي اللي اكبر من نيجاتيف 2، لان ال 3 ده انا كسبان الو لكن ده خسران. انت معايا يا جماعه؟ مش الو معايا يا عمار اللي سامعني؟ انا بس المايك ما كانش يا عمار الو نعم طيب بص يا الو جماعه، عشان هو بيديني انذار انه ان الزوم هيفصل، لو فصل خش على نفس اللينك تاني، دوس على نفس اللينك تاني وانا هقبلك. طيب انتوا فهمتوا؟ بص يا عمار، عمار وفريده انتوا فهمتوا الحته دي؟ ان لما اقول نيجاتيف 2 اكبر ولا نيجاتيف، ها؟
نيجاتيف 2 اكبر ولا نيجاتيف 3؟ ها نيجاتيف تو. اقولها تاني، اقول لما اقول نيجاتيف 2 اكبر يا عمار ولا نيجاتيف 3؟ نيجاتيف تو. طبعا. طيب بص بقى، لو حط لك العلامه دي يا جماعه اللي هي الابسولوت فاليو، العلامه دي بتعمل ايه؟ بتشيل النيجاتيف خالص. يعني مثلا بص، لو هي على حاجه نيجاتيف تقوم شايل النيجاتيف بتاعتها تخليها بوزيتيف 3. طب لو هي على حاجه بوزيتيف خليها بوزيتيف برضه. يعني هي كده كده لازم تطلع الاجابه بوزيتيف، ما فيهاش نيجاتيف خالص. زي ما تكون بتنظف النمبر من النيجاتيف ده، بتشيله منه خالص. ولو هو النمبر نضيف خالص يعني ما فيهوش نيجاتيف، خلاص بتطلعه نضيف. يعني كده كده بتطلع الاجابه بوزيتيف. فمعنى كده لو هو عمل لي كده يبقى الكلام اختلف. الكلام اختلف ليه بقى؟ لان ده كده هتشيل النيجاتيف بتاعك فهتخليه 3، وده فضل نيجاتيف 2 زي ما هو. طبعا البوزيتيف لازم يكون اكتر من نيجاتيف، ما هو ده النمبر ده بوزيتيف اكتر من نيجاتيف. بوزيتيف في جميع الحالات اكتر من النيجاتيف حتى لو هو صغير. يعني لو بوزيتيف 1 ولا نيجاتيف مليون، لا بوزيتيف 1 اكتر، بوزيتيف 1 اكتر. بس لو ينفع أسأل سؤال، اتفضل يا حبيبي. اسمه ايه ده؟ أنا عايزة أعرف احنا هنخلص الحصة امتى، عشان احنا عندنا حصة بعديها والمس بتقول لنا نعرف اللي هو نحدد معاها وقت عشان نحضرها. فهو انا اتفقت معاكم امبارح، واتفقت معاكم ان امبارح ان احنا هناخد تو سيشنز، هناخد حصتين. يعني هو المفروض ناخد من 4 ونص ل 5 ونص، بس انا هدي لكم لحد 6 ونص عشان نخلص كمان درس او درسين كمان. يعني هنخلص 6 ونص ان شاء الله. ماشي؟ تمام يا مستر. طيب ماشي، عشان بس ايه نخلص شويه عشان نلحق. تمام. يعني انتوا بتتكلموا في 6 دروس ولا بتاع، فاحنا ده درس تاني، لسه فاضلنا دروس تاني، فعايزين نخلص شويه، نمضي شويه. طيب بص يا جماعه، طالما انتوا فهمتوا الكلام ده هنبدا بقى. بصوا بقى، معاكم كتاب المعاصر عمار التوفيقي، معاكم كتاب المعاصر؟ يا شباب لا مش معاكم المعاصر؟ طيب مستر، ممكن، معلش يا مهند او احمد، مين انتوا بتحلوا في الكتاب ولا بره الكتاب؟ بره الكتاب صح؟ لا احنا بنحل جوه الكتاب يا مستر. هو انا انا لسه كتابي لسه شايله من الكيس حالا، ما طيب. حلتش طب فيه. بص يا جماعه، انا ضد مبدا الحل في الكتاب. اقول لكم ليه؟ لان ممكن نيجي بعد كده نبقى محتاجين ايه؟ بلاش موضوع الحل في الكتاب طول عمرنا بقى، طول ما انتوا معايا. انا ما بحبش اصلا احل في الكتابة، بحل على بس الكمبيوتر. ليه بقى يا جماعه؟ لان اصلا انت بتيجي بعد كده ساعات بنيجي نبقى عايزين نراجع، فهنلاقي الكتاب محلول. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي نشتري كتاب، مش هنلاقي الكتاب تاني، هيكون الكتب رجعت المكتبات في وسط البلد، فمش هتبص تلاقيه، مش هتعرف تجيب الكتاب تاني، هيبقى مشكله بقى عشان تروح وسط البلد عشان تجيب الكتاب تاني. طب ما هو الكتاب معانا، فانت ما تحلش في الكتاب، حل بره في كراسه. تمام. طيب بص، مين اللي لسه كتابه نضيف، احمد ولا مهند؟ أحمد يا مستر. طيب بص يا حماده، وبص يا مهند، ما تحلش بقى تاني في الكتاب. بص يا حماده، انت هتصور لهم اول تو بيجز، يعني اللي هو ايه زي ما اتفقنا، عشان احنا هنحل ايه. بص يا عمار الفريده، احنا هنحل في كويشن 1، هناخد من نمبر بي لحد نمبر ار. هو اوكي هيصورهم احنا دلوقتي، صور لهم صورهم ونزلهم على الجروب دلوقتي. بالظبط، بص علشان اصورهم. صور بيج 1 و2 كده مثلا، اوكي بيج 1 هي صورهم ونزلهم على الجروب بادئ دلوقتي. من بيج 10. نعم هو بادئ من بيج 10. ماشي. انا اقصد، لا انا اقصد الاكسرسايز بتاعك، تعال على اكسرسايز 2، اكسرسايز 2 صور لي البيج الاولى والثانيه. يعني اكسرسايز 2 في الكتاب، صور لي البيج الاولى والثانيه. اوكي اكسرسايز 1 واكسرسايز 2 صح؟ صور لي بس اكسرسايز 2 دلوقتي. اوكي اكسرسايز 2 حلو. صور لي البيج الاولى والثانيه. لحظة واحدة بس وهصور. اللي هو فيه الاوردر وفيه الكلام ده، والكود جريتر ذان وليس ذان والكلام ده. بص يا عمار وفريدة، انا كتبت الاسئله اللي هنحلها على اساس ايه؟ علمت على حاجات كتير. يعني كويشن 1 هنحل من نمبر بي لنمبر ار، كويشن 2 هنحله هو و3 اول، يعني كويشن 2 اول وكويشن 3 اول.
مش نبقى عارفين بس اهو كويشن 2 اول هنحله كله الكلام ده كله لحظة اكسرسايز 2 اكسرسايز 2 خلاص كويشن 3 اول كويشن 4 قلنا هنحل ايه يا جماعه؟ قلنا هنحل بين اي وجي باين صح؟ كويشن 4 قلنا هنحل نمبر اي قلنا هنحل نمبر دي ونمبر اف نمبر دي ونمبر اف تمام؟ او ممكن نخليها اي واف اي واف ورا بعضهم نمبر اي ونمبر اف بعتهم على الجروب يا احمد؟ بعتهم برافو فبصوا بقى يا جماعه فين البيج اللي بعدها؟ انت بعت بيج واحده بس يا احمد اقلب الصفحه وابعت البيج اللي في ظهرها لحظه انا بعت البيج اكسرسايز 2 بس لحظه واحده ببعت الثاني هو بص يا جماعه لو انتم ملاحظين في اول كويشن في عندنا عمودين ثلاث اعمده هناخد احنا من العمود ناخد اخر عمودين يعني من بي لحد او من بي لحد او هناخد العمود تاني عمودين سيبك من اول عمود يعني ده هنخليه في الهوم ورك وهناخد من بي لحد او اوكي طيب كويشن 2 هنحله كله ان شاء الله كويشن 3 هنحله كله صور لنا احمد كويشن 4 كده اوكي انا صورته بيج اللي قصادها ما انا صورتها ماشي كويشن 4 يا جماعه كومبليت لا انا عايز لا مش عايز بتاع كومبليت انا عايز في عندك ثانيه واحده ترتيب الكتاب عندك غير عندي طب صور البيج الثالثه كده يا احمد اللي فيها الاوردر صور البيج الثالثه ما هو انا صورت البيج نمبر 1 و 2 و 3 1 و 2 3 انا صورت اكسرسايز 2 كامل هو في 1 و 2 3 دول بس هما دول بعد كده الدرس ليسون بعد كده بيبدأ ليسون 3 يبقى هو ما يبقى هما شالوا الاسئله اللي بتاعت الاوردر شالوا الاسئله اللي بتاعت الاوردر ماشي مش مشكله خلاص ماشي طيب يبقى احنا بص يا جماعه طب من الاخر بقى عشان اريحكم كده هنحل كويشن 1 و 2 و 3 لانه مش شايلين الاسئله بتاع الاوردر لا في الرينج اهو في الرينج اهو لا في 4 فعلا في 4 بس انا مش شفتوش طب كويشن نمبر 4 ممكن نحل فيها اقول لكم نمبر كام نحل فيه نمبر سي ودي كويشن نمبر 4 هنحل فيه سي اند دي سي اند دي خلاص كده طيب تمام طب انا عايز بص يا جماعه بعد اذنكم يعني هديكم 10 مينتس نحلهم مش عايز حد يسالني في ولا حاجه ايه رايكم؟ تمام الو زوم بس يا مستر هيقفل بعد دقيقه بعد كده هندخل تاني مش هتسمع صوت حد خالص طب احنا ممكن هو هيقفل بعد دقيقه صح؟ طب احنا ممكن نطلع وندخل تاني احسن عشان ما يقفلش علينا احنا شغالين مستر ينفع اقول حاجه؟ اتفضل يا حبيبي السؤال اللي حضرتك قلتهم ده سي ودي ما حليتهمش ما هو كويشن 4 عندي غير كويشن 4 عندك في الكتاب القديم فكويشن 4 عندك في اي وبي وسي ودي حل انت سي ودي وخلاص سي ودي تمام ماشي انا عندي انا في لحد جي